अरबी टी वी चैनल्स दावत इस्लामी की काविशों को सराह रहे हैं मुलाहजा अरबी डिपार्टमेंट दावत इस्लामी की तरफ से बनाई गई निगरान शुरा के यू के जदवोल की मदनी ख़बर एक अरबी टी वी चैनल पर नशर की गई और दावत इस्लामी की काविशों को ख़ूब सराहा गया इस न्यूज़ पैकेज में निगरान शुरा के यू के के बारे में तफसील बयान की गई جميله هي تلك الجهود الدينيه من قبل الطالبات الان راح ننتقل واياكم الى رحله دعويه اخرى فعلى مدى 16 يوما قام رئيس مجلس الشورى لمركز الدعوه الاسلاميه الداعيه محمد عمران العطاري القادري حفظه الله تعالى برحلة دعوية إلى بعض الدول لنشر الدين الإسلامي. نعم، وتخللت هذه الرحلة الدعوية العديد من المحطات والنشاطات الدعوية والعلمية في مدن مختلفة. دعونا نتعرف مشاهدينا الكرام على أبرز محطات هذه الرحلة الدعوية في سياق التقرير التالي. نوافيكم بتقرير نشاطات الرحلة الدعوية التي سافر فيها رئيس مجلس الشورى لمركز الدعوة الإسلامية الحاج محمد عمران العطار القادري حفظه الله تعالى إلى المملكة المتحدة وتركيا بهدف تعزيز أنشطة المركز الدعوية ورافقه عضو مجلس الشورى الحاج عبد الحبيب العطار القادري استمرت الرحلة ستة عشر يوما انتقل فيها بين مدن مختلفة في المملكة المتحدة ومع أولى نشاطاته في مدينة برمنغهام عقد اجتماع في أحد المعاهد بين الأساتذة والطلاب وقام فيه الشيخ عمران القادري بترغيبهم في نشر الخير والمحافظة على الاستقامة والتقوى والحرص على إحياء سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي جانب آخر افتتح مركزا دعويا في مدينة تيلفورد حيث شارك في الحفل الافتتاحي بهذه المناسبة وألقى محاضرة عن أهمية تطبيق تعاليم الإسلام في حياه الانسان ولتعليم القران الكريم والعلوم الشرعيه قام بتاسيس مدرسه المدينه للاخوه المسلمين من الجاليه الصوماليه بمدينه لندن وفي مدينه اكرينجتون تم تقديم شهادات التخرج للطلاب المتخرجين من جامعه المدينه ومدرسه المدينه بيد الشيخ عمران القادر حفظه الله تعالى وبفضل الله تعالى تتزايد اعداد المسلمين على ارض اوروبا وفي هذا الصدد هناك قسم متكامل يهتم باقامه الدورات لهم في تعليم الصلاه والطهاره والعلوم الواجبه وما يحتاجه المسلم الجديد، وضمن ذلك اقيم اجتماع دعوي للمسلمين الجدد في مدينه روتشديل. القى فيه الشيخ عمران كلمه ايمانيه بين لهم فيها مدى اهميه الاسلام والثبات عليه والعمل بتوجيهاته واحكامه وشجعهم على تقويه صلتهم بالدين وتعاليمه السمحه. من خلال الصله باهل الذكر ومجالس الذكر التي تربط اهل السنه والجماعه بكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وحالا या, या के हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हो